المشكلة عندي على راسي، يا هاد الصوالح هادو ما قاع زادو لهم، قاع غلاوهم. اللي كان دير 35,000 ولا دير 70,000 وغالي، هادو ما الكاشيات كلش زادو دو. انا نشرب رضوش، روش كيتين، الروش يدير 80,000 وراي كريز، كان دير 35,000 40,000. نواب البرلمان نقول لهم يا ودي نقصوا له باش الشبيبه كاع طايره، ما يلتوش كاع بالبلاد، ديروا لنا حل ولا عطونا اوتوريزاسيون. ايوا ديروا لنا اوتوريزاسيون. قال عندك انت يا راح عند الطبيب يسني لك. قال اسمع يعطونا 3 مو. نواب البرلمان نقول لهم يا ودي نقصونا في سومة الكاشيات باش الشبيبه كامله طايره، ما يلتوش كاع بالبلاد، ديروا لنا حل. ديروا لهم حل. هذه هي الصورة المصغرة عن جيل كان من المفترض أن يسلموه المشعل، فسلموه الشعلة، الشعلة التي عدلت له دماغه، فلم يعد يريد من السلطة سوى أن توفر له المزيد من الدوخة حتى ينسى يا معالي ويحيى ويا زميل إنجيلا ميركل ويا غول التاج السيار ويا حداد مول الزفت الوطني حتى ينسى أنكم هنا وأنكم العنوان الكبير لوطن كان سيد الأوطان، فجعلتم منه بلد أقصى ما يحلم به شبابه أن يوافق برلمان طليبة وسيبوا حجة على تخفيض أسعار الزطلة والكاشيات فيه. لماذا؟ لأنهم لم يعودوا في متناول الشباب. شباب إما أن يلتهمه البحر حراقا أو تبتلع عقله الزطلة أو يأكله الحوت الأزرق. لقد أكلنا الحوت الأزرق والبحر الأبيض والحبة الحمراء. الشعب يريد مراجعة أسعار المهلوسات. لكم السلطة ولنا الله يا وطني. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد متجدد من برنامج عمر راسك. عمر راسك. أولا وقبل البدء، عذرا على انقطاع عمر راسك والسبب، عطل رأس السنة. من رأس السنة أو رأس العام الرومي أو الريفيون والبيرة العربية والويسكي جوري إلى رأس العام الهجري أو العربي، وصولا إلى رأس العام الفلاحي أو الأمازيغي الذي أصبح له شأن هذا العام. من هذا إلى ذاك فإن القوى الإقليمية أصبح لها عام واحد بثلاثة رؤوس، كل واحد يخير الرأس اللي يعجبه ويحتفل به. وطاطي طاطي أنت في وطن ديمقراطي. فوق احباطي ناس المرسيدس بتسوق تاكل مشوي مع مسلوق، ناس المرسيدس بتسوق تاكل مشوي مع مسلوق، لك ناس بتركب عالخازوق بتقلع سبحان العاقل بتقلع سبحان العاقل. جزائر 2018 بلد من نوع خاص، كل شيء فيها ممكن. ولعل الحدث المهم والأهم في بداية هذا العام هو معجزة ظهور دواء يشفي من كل أمراض العصر، السرطان، القلب، الجلطة الدماغية وحتى البواسير. في الجزائر لا يحلبون لك عقلك فقط، ولكن حتى التيس يحلبوه. الأكثر من ذلك يكتشفون أن حليبه فيه شفاء للناس. ذكر حلو تقدر تحلبوا لنا وري لنا الحلب حلبوا يدك يتحلب الماشينة هذا جبتو بحال المعزة تاعو ذكر المعزة
في 10 ايام ولا 15 يوم باش تقضي بلي فيه الحلب ولا يدير وضعيه تاع المعزه. كي يجي الحلب المعزه يدير وضعيه تاع المعزه تاعو. اكتشفت الحلب تاعو كترطيش الحلب تاعو ما عرفتوش بلي الحلب هذا يداوي ولا ما يداويش. ودوك راه عندي فايت 200 واحد اللي برد على صابون وراه راه هنايا. شحال الكميه كان يحلب هذا؟ يحلب كميه تاع 2 يوتر ونص كان اللي كان في الكونسير في المرض التالي زعما كاع الكونسير اللي يقولوا الطبيب ديو تهلاو فيه راهم يبراونا الحمد لله. تقدر تحلبونا؟ طبعا. الدليل تقدر تحلبونا؟ بدلا من ان يحلبه في كاس حلبه في يده نورمال. المهم الحليب هذا مليح للعقم للسرطان لكل شيء. مول العتروس دار فيها افير وخاصه ان تيسه سيقضي على كابوس السرطان في الجزائر نهائيا. مختصون يحذرون من ارتفاع الوفيات بسبب الامراض. نصف مليون مصاب بالسرطان في الجزائر سنة 2030. الأجمل الأروع في معجزة التيسي الحلوب أن الحكومة مع هذا الاكتشاف الصحي العظيم لم تعد بحاجة إلى الأطباء، ولعل هذا ما يفسر حكاية الهروة التي استفاد منها أصحاب المآزر البيضاء حين فكروا في العصيان الصحي والخروج إلى الشارع. معانا حتى تقعد معانا ما تعاملوناش بهالطريقه. رانا شعب، رانا مواطنين، رانا متحضرين، رانا دارسين، رانا بكالوريا زائد 7+4 سنين، رانا حياتنا كاع في الدراسه. هذا هو حال البلد، هذا هو حال الصحه. الصحه مريضه بوزارتها والقضيه ابعد ما تكون من مشكلة طبيب، ولكنها مشكلة منظومة أصبح فيها الكل محلوبا. بالأحمر زعيبط التيسي الحلوب يليقون بصحة هذا البلد. الجزائر هي البلد الوحيد اللي تجي تحلب، يعني تفهم يحلبوك. لدينا قدرة كبيرة على حلب فحول البلد، وعادي من بالأحمر لزعيبط للحوت الأزرق لعبد الهادي الفومبير، فإن عمليات الحلب الذهني أصبحت برنامج إعلامي وسياسي رسمي ثابت. نخرج من محلبة فنجد أنفسنا في محلب آخر. يعني في الوقت اللي السي علي حداد وسيدهم السعيد وبرعاية سامية من الحكومة يحلبوا في الدولة عبر خوصصة المؤسسات، الشعب العظيم مطلوب منه حلب العتاريس، ففي حليبها شفاء لكل داء. في ثلاثية وصفت بالباردة برودة القاعة التي احتضنت اجتماعها، خرج قانون خوصصة المؤسسات العمومية من أدراج أرشيف الوزير الأول ليتم تجسيده على أرض الواقع. إليكم أخبار نهار اليوم، عندما يكون سياسيون فاعلا والشعب مفعول به والمال مفعول لأجله والفساد صفة والراتب ممنوع من الصرف والضمير غائب مستتر والمصلحة مبتدا والوطنية خبرا والصدق منفيا والكذب توكيدا، عند ذلك يصبح الفقر حالا والأوجاع ظرفا والحياة جامدة والسرور مستثنى منه، وبالتالي يصبح المستقبل مبني للمجهول. كان معكم سعيد القريبي من قناة عين المكان، إلى اللقاء. ويحيى وبلغة واضحة لا تحمل التأويل فتح الباب على مصراعيه أمام المتعاملين الخواص. سعلي اليوم راكم فرحانين بصحتكم، حبينا نسقسيو برك سعلي، اليوم خوصصة الشركات الجزائرية، واش رايك؟ حاجة مليحة. شحال حتدي في إيراجيري وشحال تدي في ربما في حاجة؟ بقى على خير. بقى على خير يا هذ البشرة اللي قاشيها قافلان يصك فلان. سي علي راكم فرحانين اليوم، واش رايك في الخوصصة؟ حاجة مليحة. وشحال تدي في إيراجيري؟ نقول لك حاجة، أبقى على خير. هذا هو الحوار. في الحقيقة الجزائر هي اللي تبقى على خير يا سي علي. أشغال اجتماع الثلاثية أحمد ويحيى فتح رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية. وزير الأشغال العمومية فتح الشحن الجوي والبحري أمام الخواص. اعتبر الميثاق هندسة تاريخية للاقتصاد الوطني. علي حداد يرافع لتسريع وتيرة الإصلاحات.
جميلة كلمة يرافع، ولكن بأي لغة؟ إنجليزي دا يا مرسي. Nous avons aussi effectué plusieurs déplacements à l'étranger. Mali, Canada, UK, Royaume-Uni, Irlande du Nord. Salam alaikum. J'ai conduit une délégation de 11 chefs d'entreprise à la 10e, à la 17e foire de Bamako. Quoi? Eh, on n'est pas à l'école, hein? Monsieur Soumaïlo Boubien Maïga, sur instruction du président de la République du Mali. T'es sûr que tu comprenais bien le français, toi? Et de hautes personnalités gouvernementales maliennes avec lesquelles j'ai eu d'intenses échanges sur la coopération algéro-malienne. Attends, je vais parler doucement. Je vais parler doucement, comme ça les mots ils viennent pas vite, comme ça les Ce déploiement à l'international. Tu me regardes comme ça. T'es sûr que t'as été à l'école? اعترف ونعترف جميعا ان عليل نتاع الاف سي يو تلميذ مجتهد ومواظب على دراسته، والدليل انه يحاول ويصر على تعلم اللغه الفرنسيه. طبعا يجي النهار اللي يولي فيها فيكتور هيغو، فمن نجح في المال يمكنه ان ينجح في كل شيء، كما سيدي سعيد نتاع النقابه راهو مخ في الفرنسيه والاكثر من ذلك في دين عذرينكم. شوف عندنا لي كومبيتونس، عندنا الماتيريال، عندنا لا فينونس، عندنا لي جيزمون مجمدين. الدين عزراي حبسوا كلش خلاص، حبسوا اللي راه يتنقي بطاطا تحبس، اللي راهو يهدر حبس. اسمع اسمع الناس وين وصلت. الدين عزراي تلاقوني مع علي حداد في القهوه، اوني دي كوبا، هو مقاول، انا سانديكاليست، يهدروا واش يحبوا، نبوسو يبوسني ما فيش مشكل، نبوسو يبوسني ما فيش مشكل. نحينا نشاط بسيكولوجيك على عيننا، على عيننا. عينيك يا عينيك، عينيك العظم عجبوني. على ظهر بلوتو، على راسنا وعيننا. كي نشوف واحد تفتف، اوه شفتوها، او كان مع فلانه. بحال عليهم قاعدين يما تما. إيه بان الحين كاع سي بلدان، سي بلوكاج، لان ديريير لور، لان ديريير، إيه عندي نعزر، إيه عندي نعزر. سيدي السعيد. ما راهوش عارف راسه من عينيه، ورغم ذلك لا زال يواصل المهام دين يماتي ماتهم. من دين يماتي ماتهم الى دين عزرين او عزرينكم، واش فيها كيبوس سيدي السعيد صاحبه علي حداد؟ واش دخل جد عزرينكم في عمليه البوس الوطني؟ يا اخي شعب تاع مشاكل يا اخي، جيبوا السبل لارواحكم. هذا هو عزرين النقابه، بواس كبير، ومن البوس ما راهوش راح يخرج. شيات كبير وبعظمه لسانه قالها. ماليش نضرب الكابا، ماليش نضرب البروسة. ولكن نقولها لكم كنقابي، ولا الضرورية حكمة نضرب الكابا دون لانتيري دي ترافايور نضربها. الشتاء في الجزائر أصبح ضرورة وطنية. في جولة صيد أطلق أحد الملوك سهما على عصفور فلم يصبه، وقبل أن ترتسم على وجهه علامات الخيبة بادره وزيره الذي كان برفقته، أحسنت يا مولاي، رد عليه غاضبا، أتهزأ بي؟ ليرد الوزير، أحسنت إلى العصفور حين وهبته فرصة الحياة. من يومها والملك يهب الحياة من شاء من العصافير. نكتة لا علاقة لها بعزرين سيدي سعيد فقط، ولكنها تشمل كل هذا التدافع على الشتاء العابر للحدود في زمن الشتاء لمن استطاع إليها سبيلا وعصافيرا. قطار العهدة الخامسة انطلق، ومن صاحب مقولة الرئيس يعرفه غير ربي وأنا إلى حداد وصولا لطليب العجيب، فإن منافسة أو منافسة من يقود القطار بدأت. تالي ما يبقالوش اختر الرئيس، مازال عمره طويلة إن شاء الله. سقية مناصرة العهدة الخامسة أو لا؟ شوفي حنايا مع الرئيس حتى الممات. شكون مين مين؟ لا تسمعي، اسمع لي، تبعي رياضة؟ تحبي رياضة؟ تعرفي لايسستر؟ شكون يلعب فيها؟ سليماني. يسون مانس، يسون بو، يسون غون. شوفي دي جون كوم سليماني، كوم كوم محرز. يا جماعة الخير خليو سعيد ترانفيه شويه.
أنا مع الرئيس دائما وللأبد. الرئيس عمره طويل ومرشح الأفلان سيناقش يوم 19 مارس. ولد عباس اتركه السعيد ترانكيل، فهو لا ينوي خلافة شقيقه. والله لو أتيحت لي فرصة مقابلة الرئيس أو شقيقه لقلت لهما عبارة واحدة، قولوا الولد عباس يخليكم ترانكيل. فأكبر إساءة لتاريخ فخامته أن يذكر اسمه ولد عباس، انتع إنجيلا ميركل، انتع حكم الإعدام، انتع الشهيد الحي، انتع اختراع آلة التصوير. طليبة ليس سليماني ولا محرز بحكم حجمه طبعا، حسب الشاب سبورتيف لمازال على ديدان ولد عباس، والذي دخل في سباق الوزن الثقيل ضد طليبة عجيب في صراع من يكون واجهة العهد الخامسة. الصراع انطلق. النائب بهاء الدين طليبة يعلن عن تنسيقية لمناصرتها ودعمها. العهدة الخامسة تخرج عن سيطرة ولد عباس في الأفلام. رؤساء حكومات ووزراء سابقون من بين قادتها. تأسيس تنسيقية العهدة الخامسة لبوتفليقة في نهاية جون في الحالي. هذا هو حال أفلام اليوم. المعركة القادمة شكون اللي يقود القاطرة وتربيها. علي علي بطل فليت، هيا بر يا جراندايزر. هذا مش الروح هذا اللي نعرفه. عزم علي حمما ارسل، افتك بالاعداء كافح شرا، حط المكرا في حزم ويباء. امنع طمعا، اردع جشعا، فالخطر كبير. رفراسي المترشح نتاعو عبد الرحمن بالعياط ولد عباس قال أنا ربكم الأعلى ولا بد له من موسى. لأكيد أن موسى ليس ديناصورا كما بالعياط. الأفلام بنسخة ولد عباس وطليبة سيظل أسوأ إخراج لمسرحية أنا الثورة. وهذا البلدوزر المستفيد من لعبة الرخ الأفلاني لن يكون إلا أويحيى، حيث كل الطرق أصبحت تؤدي إليه، والسبب لا يكمن في قوته ولكن في تهريج منافسه وفقدانه لأي مصداقية كانت. الأفلان يجتمع بالأفسيو والمركزية النقبية. جمال ولد عباس لا يوجد خلاف بين الأفلان وأويحيى. جميل، دولة متفاهمة. بعد هذا التصريح بأيام فقط ولد عباس يقصف أويحيى من جديد. واحد ما يخوفكم، عندنا المال الكافي لدفع الرواتب. أروح أنت وافهم جد جدهم. شدت الأزمة أكثر، كما نقوله بالعامة وصلنا موسم الأعظم. حتى واحد ما يخوفكم، مش تخوفوا الشعب، تقول دورها أزمة عنا المال باش نخلصه، عنا المال الكافي اللي باش ندفعوا الراتب الموظفين. هل في رأيك أنت تبقى الدولة تسير شركة تاع البريك، ولا الدولة تبقى تتكفل بدعم سياسة السكن باش الناس يسكنوا؟ ما في لا خصاصة ولا يحزنوا. أولا القطاع العام صار نجم لا مسألة. أخصمك آه، أسيبك لا، وجوه الروح هتفضل حبيبي اللي أنا بهواه. هذا هو القماش، هذا هو الحقيقة. أن الجزائر لا تعيش أي أزمة سوى أزمة الضحك على الأذقان، والوطن الذي يبتلى بمثل ولد عباس وأويحيى أزمته الوحيدة أزمة مصداقية. حزبان هما الحكومة، الوزراء، الولات، وكل واحد يغني بغناه. أرواح أنت وعيش في الجزائر. والله العظيم غير نورمال كي تسمع أمثال هؤلاء تطالب عفويا، غير تسمعهم تطالب عفويا بترشيد اسعار المهلوسات وتزيد تحلب معها عترس وتشرب بالصحه والعافيه. والسلام على من اتبع الهدى. صديق شهاب، صديق شهاب. ويحيى هو الرجل الانسب لقياده الحكومه حاليا. هايله. الناطق الرسمي للارندي يشهد لصالح امينه العام بانه الاصلح لقياده الحكومه. طبعا من يشهد لك يا سيد ويحيى غير رفيق دربك وحزبك، لينفخ فيك بأنك الوحيد الذي بإمكانه إنقاذ الجزائر من مآل ومصير التيتانيك. من؟ بدون أي عقدة. هذه نقلة نوعية هامة، وهذا جواب لبعض الخطب السياسية التي مع احترامنا لها لكن من حقنا نعلق عليها
أنها تريد الجمود الاقتصادي للجزائر. اللعبة أصبحت تيتانيك، واختيار أويحيا لاسم السفينة لم يكن اعتباطيا ولكن رسالة إلى أحدهم، إلى رجل مرتبط اسمه بالأمريكا، شكيب خليل والأيادي الأجنبية. قال الرجل الثاني في الأرندي أن شكيب خليل يريد وضع الجزائر في أحضان الدول الأجنبية الكبرى، مكشوفة باينة. ويحيى الذي ارتاح من زمن سعداني وجرأته وظن أن الساحة أصبحت شاغرة فارغة بوجود ولد عباس مضحك خرج له قط من تحت القصب. طبعا شكيب خليل الأمريكي الذي يريد أن يرمي الجزائريين بين أحضان الدول الأجنبية الكبرى وليست الصغرى هو القط. شكيب ليس نكتة ولكنه شخص يحسب لكل تصريح وخطوة حسابهما. وصف الإدارة بالعدو الأكبر للاقتصاد الوطني، شكيب خليل يطلق النار على أويحيا. طبعا النقود يضر بالفئات الهشة والتضخم. في مقال على صفحته بالفيسبوك شكيب خليل ينشر حصيلة سوداء عن سياسات أويحيا مفضوحة للعباء. إذن رجل التيتانيك عره عن وجهه، وأويحيا يقف وجها لوجه أمام مول الفول وليس مول الكرافطة الوردي. الصراحة اللي واجهت بها الوضع الاقتصادي الصعب أو الوضع المالي الصعب كانت أثار التحفظات بعده، وكان منهم الوزير الأسبق للطاقة سيد شكيب خليل اللي قدم تصريحات مناقضة وانتقد سياستهم وقال أنه سيد الوزير الأول يتجه بالجزائر نحو الإفلاس. هو حر ما يقلقنيش، نكلفك تبلغيه السلامي عن طريق جريدتك والإفلاس المستقبل يعطي الدليل. لا بالانس دي بيمون كاين بوت بروبليم. هو حر وبلغوه سلامي. طبعا الرسالة واضحة من أويحيا إلى شكيب، شكيب الذي لم يكن يخطر لأويحيا على بال بعد أن خلى له الجو وأصبح الآمر الناهي. المهم المرميطة اتخلطت ومفعول المهلوسات السياسية والرئاسية منها بالذات انتهى لصراع صبعي وصبعك وعض تبكي أمك وما تبكيش أمها. معركة الغابة في جمهورية طاي على من طاي. قال لك لعك 6 أيام إيه ساميها ورقد إيه واكسر ظهرك إيه للبلاء واصبر للشوم والو ارقد ما تعاشرها ما والو ساعفها حتى تروح. آخر الكلام، يسألني البعض عبر صفحة برنامج عمر راسك الفيسبوكية عن موقفي من تعميم الأمازيغية. طبعا أنا موقفي واضح ثابت، فهو من موقف معالي الوزير الأول السيد أحمد ويحيى. أنا أتقاطع معه في كل المواقف. قم شوار طويل إن شاء الله، والأكاديمية المقترحة تسمح الأخصائيين بعيدا عن النزاعات السياسوية الآن يبنيوا لنا لغة أمازيغية كاملة المعنى. ما حبيتش نخاطبكم بالأمازيغية خاطر نخاطبكم بالقبيلية. سي محمد بابا علي هو تركي يفهم بالك 10%، وسي بالقاسم الله زميلي هو شاوي بالك يفهم 10%، والحاج بكير هو من المزار بالك يفهم 10%. لا خليه يديروها لنا الاخصائيين، تصبح لغه الكل ان شاء الله، الامازيغيه موروث مشترك بين كل الجزائريين، يحتاج الى تطوير، الى دراسات، الى مخابر اكاديميه وعلميه بعيدا عن اي تسييس او مزايده. اللغة العربية طبعا ثابت النوفمبري يتجاوز بقاءه إرادة كل رئيس أو مرؤوس. الأهم من ذلك إنها الجزائر يا ولدي، جزائر بومدين وبن هيدي وعمير غوش بن بولعيد حسيب بن بوعلي. جزائر رايتها كانت وستظل واضحة، خضراء فاقع لونها بأحمر دم يمثل المليون شهيد، وببياض وطن شعبه كما شعابه كلها واحدة موحدة. اللهم إنها الجزائر، فمنك الحفظ يا رب وأنت الحافظ. إلى الفقرة الموالية، إلى يحكى أنه في زمن مضى يحكى أنه في زمن مضى. في حكايتنا هذه الزمن لم يمضي بعد. طال غياب الرئيس هواري بومدين عن والدته المريضة، سألت أبنائها الآخرين أين سي محمد؟
ارتقبت رجوعه عودته في العيد ولم يأتيه. لم يظهر بطلته البهية ويقبل جبينها كما العادة. جاء الفاتح نوفمبر لم تسمع عنه أي خبر سوى أنه مسافر. تسرب الشك والحزن إلى قلب الوالدة المريضة، كانت تقول قلبي خبيري، وكأنها أحست أن هنالك شيء غير عادي حصل بعد عودة الرئيس من العلاج في موسكو ودخوله الغيبوبة. لم يعد من الممكن إخفاء مرض سي محمد عن والدته. كم كان إخبارها قاسيا وصعبا، وكم كانت الفاجعة عظيمة على قلب تلك الأم المتعبة والتي عانت بسبب غياب ابنها في الماضي، حيث أخذته منها الحرب وبعدها أبعدته عنها السياسة واليوم المرض. تهيأت وهي ترتعش لرؤية فريدة كبدها في المستشفى متكئة على ذراع ابنتها الصغرى. وصلت إلى المستشفى فلم تجد إلا جسدا ممددا فوق السرير. إنه سي محمد ابنها النحيف، خانتها قواها فجثت على ركبتيها والألم يعتصر قلبها الضعيف. لا شيء يهون أو يهون عليها ذلك المنظر الرهيب. كانت تدندن أيام غياب سي محمد عنها، أيام الحرب. يا طير يا طير يا طير الحيحاية، أنا وحدي وحيدة هنا وسي محمد ما هوش معايا. ابني لصقر الطير الحر غزال الصحراء، غابوا عويناته وأنا مريضة ما لقيتش دوايا. رحمة الله على الرئيس في ذكرى وفاته. إلى الفقرة الموالية، إلى قالوا وقلنا. فقرة قالوا وقلنا، أو اكتب حتى نراك، اكتب حتى نراك. أبشروا يا جزائريين، لقد أصبحت بلادكم دولة فضائية تطلق الأقمار الصناعية من الصين. شيء يضحك بالفعل. تقوم الحكومة بشراء قمر صناعي بعائدات الحاسي من الصين وتطلقه إلى الفضاء من الصين أيضا وبصاروخ صيني، ويتم الاحتفال به في الجزائر على أنه من إنجازات الجزائر ومنجزاتها في عالم الفضاء. سعد بعقبى، جريدة الخبر. ألا يقال يا أستاذ سعد اطلبوا العلم ولو في الصين؟ ها نحن نطلب الصواريخ ولو من الصين، والصواريخ علم. الأكثر من ذلك، أتذكر يوم طلبنا من الصين وعلى لسان رئيس الـ FCU وبحضور سلال، طلبنا من الصينيين أن يكونوا أصهارنا، نزوجوهم. إنها جزائر الفضاء وجزائر المصاهرة، المصاهرة العابرة للقارات والصواريخ. ليس من قبيل الأحكام القيمية أو من قبيل الأحكام المطلقة أو الاتهامات المجانية إذا ما قلت أن الخصومة الثقافية قد أصبحت أخطر من الخصومة السياسية، بل إن المثقف إذا ما تخاصم يصبح أفجر من السياسي إذا ما تخاصم. إبراهيم قرالي، جريدة الإخبارية. تنطلق يا أستاذ إبراهيم على أساس أن الثقافة موجودة في البلد وأن لها مثقفين. الحقيقة أن أسوأ المعارك الأخلاقية هي التي يكون طرفها الآخر مثقف، حيث الثقافة آفة. المثقفين في حد ذاتهم مشكلة. الأكيد أنه لو كانت هنالك ثقافة ما كان هذا حال المتثقفين. هنالك متثقفين وهنالك متثقفين، كلهم أزمة. أحياناً أحس أن المسؤولين لا يقدرون مسؤولية وحجم ما يقولون. إنهم يقولون أي شيء، مثل وزير الداخلية السابق نور الدين زرهوني الذي قال أن الانتخابات ترخيص للديمقراطية. هابت حناشي، جريدة الحياة. بيني وبينك يا أستاذ حناشي، أن زرهوني كان بعيد النظر، فحين ترى ما أنتجت الانتخابات من برمائيات انتخابية وملاحس بلدية تفهم أنها ترخيص وليس ترخيص شعبي. فيسبوكيا أو كتبوا على جدرانهم الافتراضية، هذا على فرض أن هنالك جدران افتراضية، تكتب حرف تخلصوا، تغلط تخلص، البلاد راحت للواد سياسيا واقتصاديا. وبيع مؤسسات القطاع المتبقية للمافيا الجديدة شغالة على وذنه، والعالم من حولنا مقلوب رأسا على عقب بما يؤثر على أمننا القومي، وإحنا حاصلين في كعالة البغلة. متى ندرك ما هي قضايانا الكبرى فنهتم بها لأنها مصيرية ونترك صغائر الأمور؟ ترتيب الأولويات أهم شروط الخروج من المأزق الذي نحن فيه. حسام زهار. متى ندرك أننا وصلنا إلى القاع ولا زال الحفل والحفر مستمر؟ للأسف أستاذ حسن زهار، البلاد راحت للواد السياسي والاقتصادي وليس للواد فقط.
إذا كانت القرارات في تثبيت الهوية تؤخذ كهذا ارتجالا بلا استشارة الشعب ولا من ينوب عنه، فلما لا يقرر تنحي اللغة الفرنسية من الإدارة ومن التداول الرسمي في الدولة رغم عدم نصية الدستور على رسميتها؟ فهي ليست من الهوية ولا رابط يربط بينها سوى التاريخ الدامي والبؤس. إليمان ألوكي الفرنسية يا سي إليمان، خط وخلط أحمر. طفي الضوء وتمتع بالرمل والطهر والنقاء حيث أنت. كل دول العالم تحتفي بحلول السنة الجديدة بالألعاب النارية إلا حكومة فخامتها تحتفل بحلول العام الجديد بالأسعار النارية. بن شعلال محفوظ، جميلة جدا نكتة الأسعار النارية. المهم النار قاسم مشترك بين الألعاب واللعاب الغذائي. إلى فقرة خاتمتها سيرك. خاتمتها سيرك، والسيرك كما نعلم فنون وجنون ومجون أحيانا. سيرك هذا العدد تختزله جدارية من نوع خاص، جدارية مؤلمة ولكنها تفي بغرض الضياع الذي نعيش. الوطن مثل الأم إلا في الجزائر. تقول مرت باباك، تقول مرت باباك، للأسف لا تعليق سوى أننا نعيش الخيبة في كتابة الجدران، وحتى حين يتكئ أطفالنا على الجدران. طفلة في عمر الزهور تلقي على سمويكم يا أصحاب المعالي درسا تطبيقيا في كيفية بيع البيض في جزائر 2018، حيث العزة والكرامة للبيض أطفاله. ولهذه الأم بوهران شاحنتها أقصد منزلها، هنا تبيت وهنا تعيش. جزائر يا أرض السكنات والمسكنات. شابة تهدد بالانتحار من عمود كهربائي، رانا بخير. هنا يسكن مواطن آخر، أزمة السكن تم حلها، فقط ينقصنا الفايونس والبلاط. والي ولاية العاصمة ومعالي الوزير يعاينان صورتهما أو صورتيهما في الفايونس. لست أدري أهي إهانة أم تكريم، لا علينا. رب أخ لم تلده أمك. هيربين يحمل سيمي، نورمال. إنها الجزائر يا ولدي، وتبقى الجزائر رغم كل شيء عظيمة حين نترحم على هذا الطبيب. الدكتور وليد عليوي المختص في جراحة العظام توقف في الطريق السريع بالأخضرية لإسعاف عائلة تعرضت لحادث مرور فصدمته شاحنة ليلقى حتفه. رحمة الله عليك. للقاء في الحلقة القادمة بإذن الله.